انا عينتك السكرتير الخاص بتاعي. انا كنت غلطان وما اقدرش اغلط روحي اكتر من كده. انا بحبك يا امني. يبقى مفيش كلام، حتى دي هي اللي هتجيبك الارض. انا معاكي، بس قبل ما تصدري حكمك عليا لازم تعرفي ان رفضك تمنه حياتي. يمكن تندهش من الكلام ده، لكن هو ده الحقيقة. تحل اليوم ذكرى ميلاد فارس السينما الفنان الكبير أحمد مظهر، صاحب المشوار الفني الحافل بالعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المهمة. ولد أحمد مظهر في حي العباسية عام 1917، والتحق بالكلية الحربية عام 1938، وكان من دفعته الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، كما شارك في حرب فلسطين عام 1948، وانتقل إلى سلاح الفرسان، وكان ضمن الفريق المصري للفروسية، وتم تعيينه في منصب قائد مدرسة الفروسية بعد ثورة عام 1952. قدمه زكي طليمات في مسرحية الوطن عام 1948، ثم دخل عالم السينما عندما اختاره المخرج إبراهيم عز الدين للمشاركة في فيلم ظهور الإسلام عام 1951، وبعدها رشحه يوسف السباعي لبطولة فيلم رد قلبي، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا ليتفرغ بعدها للفن. ورغم شخصيته الجادة إلى أنه برع في تجسيد الأدوار الكوميدية، وأشهرها فيلم الجريمة الضاحقة ولصوص لكن ظرفاء، ليرحل عن عالمنا في 8 مايو عام 2002. رحم الله الفنان القدير أحمد مظهر. اسمعي يا ولد، أنا عينتك السكرتير الخاص بتاعي. أنا كنت غلطان وما أقدرش أغلط روحي أكتر من كده. أنا بحبك يا أمي. يبقى مفيش كلام، حتى دي هي اللي هتجيبك الأرض. أنا معاكي، بس قبل ما تصدري حكمك عليا لازم تعرفي إن رفضك تمنه حياتي. يمكن تندهش من الكلام ده، لكن هو ده الحقيقة.